أتدري متى يستريح الضمير؟ إذا نمت مستسمحا من جفاك. أتدري متى تستلذ الحياة؟ بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا. السلام عليكم، معكم أبو فردوس. إذا اليوم نتكلم عن موضوع مهم. ما هو هذا الموضوع؟ الموضوع هو كيف تعرف أنك مصاب؟ كيف تعرف أنك مصاب؟ إصابة روحانية طبعا لا يستغل جهلك أو عدم علمك، راقي أو نصاب أو مشاول. طيب أنت من خلال إن شاء الله بعض الأعراض التي سنذكر ستشخص حالتك. إذا نبدأ بأول حالة، هي الأحلام المنامية. ماذا ترى في المنام؟ أولا الأحلام، ماذا ترى في المنام؟ أنا أتكلم عن أحلام متكررة، ليس الحلم الذي يرى مرة فقط. أحلام متكررة أكثر من 3 مرات. إذا الأحلام هي أكبر دليل على الإصابة بمرض روحي. إذا رأيت نفسك تسقط من أماكن عالية أو مرتفعة أو تطير في الهواء وأنت عالي ترى الأرض من الأعلى، أو تسقط من على السرير مثلا، تجد نفسك دائما ساقط على السرير، فتلك علامة أولى على أنك مصاب بأذى من جان، بمعنى أن هناك جان يسكن جسدك. العلامة الثانية الأحلام، أو أقول الحيوانات أو الحشرات. ماذا ترى في المنام؟ ما نوع الحيوانات التي ترى في المنام؟ هل ترى كلاب سوداء، ثعابين، عقارب، حيات وأفاعي، أسود، قرود يهاجمونك، يطاردونك وأنت تجري، تحاول أن تقرأ آية كرسي أو بعض من القرآن لا تستطيع؟ إذن الحيوانات هذه دليل قاطع، إذا كانت متكررة طبعا دليل قاطع على وجود إصابة في الجسد. كذلك رؤية أشخاص غير معروفين، طبيعة الحال ليسوا إنسان، كان أكثر الجان مثلا في صورة أشخاص طويلين جدا ذو قامات طويلة، أو أشخاص مثلا في صور أقزام قصيرين جدا، أو أشباح سوداء، أو ناس يلبسون فقط السواد لكن لا ترى وجوههم، ويشعر الرأي أن هناك شيء غير عادي لأن هؤلاء ليسوا من الإنس. هنا رؤية الجان أو الجين. إذن هناك مؤشر آخر، أنك دائما ترى نفسك في أماكن مهجورة أو في الصحاري أو في مزارع أو في أماكن خالية أو قديمة. هنا نقول أماكن مهجورة، دائما هذا الشيء دائما في الحلم، ترى هذه الأشياء في الحلم. الأكل والشرب في المنام، أكل والشرب في المنام، هذا دليل قاطع أنك إذا كنت تأكل في المنام مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع أو مرة في الشهر، بمعنى هذا يتكرر. فهذا يعني أنا لا أتكلم عن أضغاث أحلام، لا أتكلم عن وساوس النفس أو ما تتعلق نفسك به خلال اليوم، أنا أتكلم عن أسحار من الجان. إذن سبحان الله، كذلك من الأشياء الأخرى، قل سادسا، أنك ترى نساء مرة في صورة أخت أو عمة أو أم أو صديقة أو حتى الزوجة أحيانا، وترى مقدمات بمعنى قبل، لمسة، كذا، أحيانا ترى جماع أو مسمى اعتداءات جنسية. إذا كان الأمر يتكرر لديك فاعلم أن بك إصابة. إذا هنا لم ندخل في تشخيصات بمعنى هذه أعراض خاصة بالعين وهذه خاصة بالحسد وهذه خاصة بالعشق وهذه خاصة بالسحر، فقط نتكلم بصفة عامة. إذا سبحان الله، هناك من يحس أن هناك شيء ثقيل على صدره أو ما يسمى بالجاثوم أو بغطاط. لدينا كنا قد تكلمنا في فيديو قديم في صفحة، إذا دخلتم على صفحة الراقي المعالج أبو فردوس تجدون معلومات عن بغطاط أو الجاثوم.
إذا هناك من يهاجمك في المنام تهرب يتبعك تحاول قراءة القرآن تستطيع أحيانا أحيانا لا تستطيع. إذا هذه المنام هذه المنامات معروفة إذا هي خلال عندما تنام. طيب لنأتي الآن إلى أعراض أخرى تشتغل ثلاثة اليوم أنت متعب تأتي للبيت مجرد ما أن تضع رأسك على الوسادة إلا وتحس أن النوم قد طار تماما من عينيك هذا ما يسمى بالأرق إنسومنيا بالإنجليزية إنسومنيا بمعنى أن الأرق هذا أن النوم سبحان الله طار من عينيك بصفة عامة بصفة نهائية تماما أو أنك تنام أربع ساعة أو نصف ساعة أو حتى ساعة ثم كأن الشخص يوقظك هذا الأرق هذا كذلك من أعراض الإصابة. إذا مسألة أخرى القلق أو anxiety القلق anxiety هذا كذلك من أعراض إذا كان متكرر طبعا تجد نفسك أنك الحمد لله ليس هناك ما يزعجك أمورك طيبة لكن تحس أن في نفسك أن هناك قلق هناك ضيق في الصدر هناك خنقة مع نفسك لا تعرف ما السبب دون سبب لا عندك مشاكل في العمل ولا في البيت ولا مع الأهل ولا مع الأصحاب ولكنك منزعج أو قلقان بدون السبب كذلك ضيق الصدر قلق أو ضيق الصدر ضيق الصدر نزيده معه ولو أنهم مختلفين قليلا لكن نزيده معه مسألة الخمول كسل غياب الطاقة لا طاقة لك للعمل تريد أن تعمل لكن تحس أنك ثقيل جدا هناك من يثقل على جسدك أو رأسك أو كتفيك تحس بضعف ووهن مسألة أخرى سبحان الله تحس بالمرض تذهب للطبيب الطبيب لا يرى شيئا أنت تحس لكن كشوفات الطبية أو تحاليل أو التقارير الطبية لا تبين شيء هنا عدم استجابة الجسم للعلاج أو الدواء فاعلم أن في هذه الحالة أنك مصاب لأن إذا كانت إصابة روحانية في العالم الأثيري ولم تنتقل بعد إلى العالم العضوي فاعلم أنه ينبغي لك أن تعالج نفسك بالرقية ترقي نفسك أو تبحث عن من يرقيك كذلك عندما تستيقظ تجد حناء مثلا حناء في الكف أو تتعرق في النوم أو تنميل أو شعور بكرة كرة في البطن أحيانا إما تتحرك تصعد وتنزل أو من اليمين لليسار أو العكس كرة في البطن هذا السحر أو جام يخدم ذلك السحر يتحرك في البطن أحيانا عندما تقرأ القرآن تحس بالرغبة في الغثيان تقيؤ هذه من العلامات كذلك أحيانا كذلك تحس أن هناك بالنسبة للنساء هناك حركة في الرحم يصحبها ألم وغالبا بعد الجماع تحس بألم فظيع يؤدي إلى النفور من الزوج أو من الجماع بصفة عامة فاعلم أن هناك إصابة روحانية هناك بعض النساء أحيانا يشتقن إلى أزواجهن عندما يكونوا في العمل لكن عندما يأتون سبحان الله يبدأ الضيق والمشاكل لأسفل الأسباب فاعلم أن هذا سبب إصابة روحانية إذن الغضب كذلك لأسفل الأسباب الغضب الإنسان يغضب لأتفه الأسباب وبأقل كلمة الغضب لأتفه الأسباب فهذا كذلك من الإصابات الروحانية الإصابات القوية إذن فاعلم أخي أختي إذا كان لديكم هذه الأعراض فاعلموا أنكم ينبغي أن تعالجوا أنفسكم وإلا تزيد هذه الأعراض المشكلة حدة من ناحية الأمراض العضوية إذا انتقلت إلى مرض عضوي هناك
تكمن المشكلة. كذلك زيادة إلى تعطيلات على تعطيلات طاقة سلبية في الجسد، تعب، كسل، خمول ومشاكل وأحلام مزعجة وعدم راحة في الدنيا بصفة عامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أتدري متى يستريح الضمير؟ إذا نمت مستسمحا من جفاك. أتدري متى تستلذ الحياة؟